وبركاته، مساء الخير على الجميع. نبدأ معاكم شرح جديد، طبعا شرح خفيف ولكن مهم جدا 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 للي عنده أطفال يستخدم اليوتيوب أو يستخدم الأجهزة الذكية. أشرح لكم كيف تقييد المحتوى أو المحتوى الغير أخلاقي نحد منه في تطبيق اليوتيوب، سواء على جهاز الآيفون أو على جهاز الأندرويد. بعدها اللي هو متجر الأب ستور ومتجر الجوجل بلاي، كيف برضو تقيد المحتوى اللي هو لكبار السن، اللي هو إن كان عمر طفلك 3 سنوات أو 5 سنوات أو 10 سنوات أو 12 سنة، تقدر تحدد له هي التطبيقات والألعاب اللي تظهر له بالمتجر، هو فقط اللي يقدر يحملها. خلينا نشوف الشرح مع بعض وإن شاء الله يكون واضح للجميع. نبدأ معاكم بتطبيق اليوتيوب على أجهزة الأندرويد. أول ما تدخل على تطبيق اليوتيوب في صورة ملفك الشخصي هتلاقيها بالزاوية، بعد ما تدخلها أدخل على الإعدادات، بعدها بتروح إعدادات عامة، بعدها بتنزل على وضع تقييد المحتوى، بتفتح هذا الخيار. إن شاء الله بكده تكون حديت من المقاطع طيب أحيانا تكون في أفلام كرتون أو مقاطع أو شيء ما يكون داخلة في تقييد المحتوى لأنها ما تكون ضارة بالنسبة للعالم، لكن احنا نشوفها ضارة لأطفالنا. يعني في بعض الأطفال في مقاطع الفيديو يعني يعلموا أطفالنا أشياء مو طبيعية، فإيش عليك تسويه وقتها؟ بتدخل على نفس القناة بهذا الشكل، طبعا مو قناة محمد مشيع ولكن القناة اللي انت تبى تسوي لها حظر، وتضغط على الثلاث نقاط اللي هنا وتسوي حظر المستخدم. بكذا بتكون مقاطع الفيديو كلها المدرجة تحت هذه القناة طفلك ما يقدر يشوفها حتى في البحث انها تطلع له. طيب اعدادات تقييد المحتوى او الحد من المقاطع المسيئة بالنسبة لأجهزة الاي او اس، سواء الايفون او الايباد او الايبود. بتدخل برضو على حسابك، تضغط على صورة الحساب بالزاوية، بعدها بتدخل على الإعدادات. بعد ما تروح على الإعدادات بتلاقي أول خيار عندك اللي هو فلترة وضع تقييد المحتوى، بتدخل عليه وبتختار متشدد. بهذا الشكل بيصفي لك أغلب المقاطع المسيئة أو اللي هي ما تنفع لأطفالنا. والطريقة الثانية بالنسبة للقنوات أو حظر قنوات شرحتها قبل هذه، هي نفسها سواء في الاندرويد او حتى في اجهزة الاي او اس. طيب لو ابنك عنده جهاز اندرويد، تدخل متجر اللي هو الجوجل بلاي اللي هو مثبت بجميع اجهزة الاندرويد، بعدها بتضغط على الشرطات اللي هنا بهذا الشكل، بعدها بتروح الى الاعدادات. بعد ما بتدخل على الاعدادات في التحكم الابوي، بتفتح الخيار بيقول لك عين رمز، طبعا انت عين رمز بس انتبه تنساه لانك لو نسيته للأسف ما تقدر تسترجعه. بعدها تحط كلمة موافق مرة ثانية بهذا الشكل، فتح لك الخيارات. طبعا تحط رمز اكيد ابنك ما يعرفه عشان ما يروح يوقف التحكم. طيب تعيين قيود المحتوى، التطبيقات والألعاب، هنا بتتحكم التطبيقات والألعاب فقط اللي تظهر في المتجر لابنك. لو ابنك عمره 3 سنوات أو أصغر هتختار زائد 3، لو 3 سنوات وأصغر هتختار فقط الخيار الأول، لو 7 سنوات وأصغر هتختار الخيار الثاني، وهكذا لين عمره 18 فهو مسموح أنه يشوف أي شيء، وعلى كيفك أنت تقدر تتحكم بالأعمار زي ما تبى. طيب هذا هو بالنسبة لجهاز الأندرويد. تعال نشوف الآيفون. أداة التحكم في الآيفون أو الآيباد أو الآيبود هي جدا ممتعة. أدخل على الإعدادات، بعدها بتدخل على عام، بعدها بتروح إلى القيود. القيود عشان تسوي تمكين القيود نفس الشيء بالنسبة لجهاز الأندرويد. الرمز هذا جدا مهم لأنك لو نسيته لازم فورمات عن طريق برنامج الآيتونز في الكمبيوتر، فانتبه تنساه. هذه أكبر مشكلة تواجه جميع المستخدمين لأنه يحسب هذا الرمز هو رمز قفل الشاشة، طبعا هو مختلف تماما، هذا رمز مختلف عن رمز قفل الشاشة. هنا ممكن يقابلك في عمل الفورمات، لو أنت مفعل هذا الرمز حيقابلك في الفورمات، حيقابلك في التحديث، حيقابلك في أي شيء يتحكم بالجهاز، لذلك انتبه تنسى. طيب أنا مثلا بحط 4 أصفار وأكررها،
بكذا اشتغلت معايا. طيب خلينا في اللي هو التحكم اللي احنا جالسين نشرحه الآن. طيب بالنسبة لتطبيق الموسيقى أو غيره والأفلام، تقدر تقفلها كلها، إقفال والأفلام، عدم السماح بالأفلام، تقييمات ممكن تخليها دولتك السعودية، برنامج التلفاز تقفله، عندك الكتب تقفلها، محتوى جنسي صريح، والله أنتوا اللي صريحين، قفلها. التطبيقات هنا نفس إعدادات الأندرويد على حسب عمر ولدك. طبعا لو حطيت عدم السماح بالتطبيقات، فمتجر الأب ستور بيختفي من على الجهاز، وهذه برضو مشكلة تواجه الكثير. يجي يقول لي ما عندي الأب ستور، اختفى من الجهاز. من هنا بيكون إصلاح المشكلة إنك حطيت عدم السماح. طيب هنا جدا واضحة الخيارات، اختار عمر ولدك إيش اللي تسمح له فيها بالتطبيقات وإيش اللي ما تسمح فيه. طيب بالنسبة لسيري برضو تقدر تقفلها، طبعا سيري لغة فاضحة، انك لما يعني تقول كلمات فاضحة هو بيرد عليك، بس هو طبعا بيرد عليك سيري بأدب يعني. مواقع الويب برضو تقدر تحددها انه ما يقدر يدخل اي مواقع جنسية، مع انه في السعودية اصلا كل المواقع مقفلة، لكن في البلدان الثانية هتستفيد من هذا الخيار. او تحدد له مواقع ويب معينة عشان لا تروح تقفل انت اعدادات اليوتيوب محتوى غير لائق، ويجي هو يدخل من متصفح سفاري موقع اليوتيوب من غير يوزر اصلا، فانت تحدد له مواقع محددة فقط يقدر يدخلها. خلاص والخيارات هنا، والخيارات جدا كثير في القيود، اتحكم فيها زي ما تبغى. انا وريتك بداية الطريق. طبعا لو شلنا تثبيت التطبيقات برضو بيخفي لك الاب ستور. لو قفلت او فتحت هذا الخيار حذف التطبيقات، لو قفلته ما يقدر يحذف اي تطبيق من على الجهاز. شوف ما يظهر علامة الاكس. هذا برضو ينفع للأطفال اللي دائما يحذفوا التطبيقات، فهذه حتكون مفيدة معاهم. الشراء من داخل التطبيقات، لو انت ولدك يستخدم حسابك الاب ستور وعندك رصيد مثلا او رابطه بحساب الفيزا، تقدر تقفل هذا الخيار عشان ما يقعد يشتري جواهر ومراحل و الى اخره. ان شاء الله لو فاتك هذا الشرح ان شاء الله بكرة او بعده بيكون متوفر على قناتي باليوتيوب، وايضا على حساباتي بجميع مواقع التواصل الاجتماعي، لو حبيت تشاركها مع اصدقائك. يعطيكم الف عافية ونشوفكم على خير، واتمنى اكون افدتكم ولو بمعلومة بسيطة.